بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، أعزائنا الطلاب، إليكم المحاضرة الثالث عشر في مقرر الـ Human Nutrition. حنتكلم في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى استكمالا للـ Water Soluble Vitamins. إحنا كنا تكلمنا فيما مضى في المحاضرة الماضية عن ثلاثة من الفيتامينات الذائبة في الماء، وهي فيتامين B1 اللي كان اسمه في الحالة الغير نشطة ثيامين، وفي الحالة النشطة ثيامين بيروفسفيت، وعرفنا أهميته ووظائفه المختلفة، وعرفنا أن المرض الناتج من نقصه هو البيريبيري. ثم تكلمنا عن أو تحدثنا عن فيتامين B2 اللي كان اسمه في الحالة الغير نشطة ريبوفلافين، وكان يوجد له شكلان نشطان هما الفلافين مونونيوكليوتايد والفلافين أدينين داينيوكليوتايد، وقلنا أنه لا يوجد مرض معين يسببه نقص فيتامين B2، وإنما تظهر بعض الأعراض وذكرناها في المحاضرة الماضية. ثم تحدثنا عن فيتامين B3 اللي كان اسمه في الحالة الغير نشطة نيازين أو نيكوتينك أسد، وكان لديه شكلان نشطان هما الناد بي، أو قلنا ناد اتش وناد بي اتش، نيكوتيناميد أدينين داينيوكليوتايد ونيكوتيناميد أدينين داينيوكليوتايد فوسفيت. أيضا تكلمنا عن وظيفته، وعرفنا أن المرض الناتج من نقصه يدعى أو يسمى بالبليغرا، بالعربية داء الحصاف، وله أعراض معينة سميناها 3Ds، أو بعض المصادر قلنا أنها تسميه 4Ds. أيضا قلنا هذا الفيتامين فيتامين B3 هو واحد من الفيتامينات التي تصنع في جسم الإنسان، وهذا استثناء أو خارج عن القاعدة العامة التي تقول بأن الفيتامينات لا تصنع في جسم الإنسان، ولذلك يجب أخذها من مصادرها الغذائية، بينما فيتامين B3 هذا اللي تكلمنا عنه قلنا أنه يصنع في جسم الإنسان من الحمض الأميني تريبتوفان. وذكرنا في هذا الموضوع أن فيتامين B6 ينشط الإنزيمات التي تعمل على تحويل التريبتوفان إلى نيازين، ولذلك فإن نقص فيتامين B6 يسبب نقص فيتامين B3، وبالتالي نقص فيتامين B6 يساهم أو يؤدي إلى ظهور أعراض البليغرا. حنتكلم في هذه المحاضرة استكمالا لمجموعة الفيتامينات B-complex، حنبدأ بفيتامين B6. فيتامين B6 في الحالة الغير نشطة الانكتب فورم يسمى بيريدوكسين، في الشكل الغير نشط أو الانكتب فورم of فيتامين B6 is called بيريدوكسين. وبالحالة النشطة يوجد شكلين نشطين أو two active forms of vitamin B6. الأول اسمه بيريدوكسال فوسفيت، هذا البيريدوكسال فوسفيت، والثاني اسمه بيريدوكسامين فوسفيت. إذن في inactive form بيريدوكسين، while in active form there are two biological active forms of vitamin B6. الأول اسمه بيريدوكسال فوسفيت، والثاني اسمه بيريدوكسامين فوسفيت، وهذا تركيبة البيريدوكسال فوسفيت وهذه تركيبة البيريدوكسامين فوسفيت. إلا أنه إحنا قلنا ما يهمنا التركيب الدقيق لكل فيتامين وكيف يتم بناء أو تفاصيل هذه المواضيع ما ذكرناش، وقلنا حنغض الطرف عنها،
لأن الموضوع متعلق في التغذية فقط، فنعرف أهميته في التغذية، ما الذي يقوم به من وظائف مختلفة، وما هي مصادره الغذائية، وما هي أعراض نقصه، وما هي أعراض زيادته. فهنا زي ما قلت لكم، أنتوا هتقرأوها دائما، عن الـ Occurrence and Food Sources أو Dietary Sources، المصادر الغذائية لكل فيتامينات، لكل الفيتامينات، فهتقرأوها. إحنا هنركز عن أو على هنركز على الميتابليك رول، أو نقول functions of vitamin. إذا هنسأل هنا what are the functions of vitamin B6؟ طبعا طالما أنه واحد من الفيتامينات بي كومبلكس، إذا هو راح يعمل أو يقوم بعملية كفو إنزيم، كو إنزيمز، وبالتالي حينشط إنزيمز مثل بقية الفيتامينات التي ذكرت سابقا من مجموعات فيتامينات بي كومبلكس، هي كلها كو إنزيمز، مرافقات إنزيمية، معناها أنها تقوم بوظيفتها لتنشيط تفاعلات كيميائية تقوم بها العديد من الإنزيمات. اللي أريدكم تعرفوه حول فيتامين بي 6 أنه متعلق بالميتابوليزم أوف أمينو أسيدز، ميتابوليزم أوف أمينو أسيدز، وهذا فرق أو عفوا اختلاف عن بقية الفيتامينات الأخرى اللي ذكرناها في المحاضرة الماضية. يعني فيتامين بي 1، فيتامين بي 1 كان متعلق أكثر شيء بالميتابوليزم أوف كاربوهيدرات، سكريات، وقلنا عنه أنه إذا أخذت السكريات بكميات كبيرة لسبب معين، لازم أن نأخذ بنفس الوقت نأخذ كميات كبيرة من الثيامين. هنا نفس الحكاية، إذا تطلب من الشخص أخذ كميات كبيرة من البروتينات والأحماض الأمينية، فلا بد أن يؤخذ عفوا لازم لابد أن يؤخذ تؤخذ كميات كبيرة أيضا من فيتامين بي 6، لأن الفيتامين بي 6 له دور أساسي في الميتابوليزم حق البروتينات والأحماض الأمينية. فما هي الإنزيمات التي يقوم فيتامين بي 6 بتنشيطها أو يلعب دور في تنظيم فعالية هذه الإنزيمات؟ أول إنزيم من الإنزيمات التي تحتاج وجود فيتامين بي 6 هي إنزيمات الترانزامينيزز. إذا هو كو ترانزامينيز، مرافق للترانزامينيز، إذا ينشط إنزيمات الترانزامينيزز. طبعا احنا عرفنا في الميتابوليزم في البايوكيمستري أن إنزيمات الترانزامينيزز من اسمها تقوم بعملية الترانزامينيشن، عملية نقل مجموعة الأمين. وتكلمنا فيما مضى في البايوكيمستري أن عملية الترانزامينيشن تحدث إما أثناء الصيام مع أو بالترافق مع تفاعل الدي أمينيشن من أجل تصنيع الجلوكوز من مصادر غير سكرية. الأحماض الأمينية الناتجة من تحلل البروتينات أثناء الصيام تتعرض للتفاعلين ترانزامينيشن ودي أمينيشن، إذا تحتاج إنزيم ترانزامينيز ودي أمينيز. ما الغرض من تفاعل الترانزامينيشن والدي أمينيشن؟ نقل مجموعة الأمين وإزالة مجموعة الأمين من الأحماض الأمينية أثناء فترة الصيام، تحويل الأحماض الأمينية إلى أحماض كيتونية التي ممكن تحول إلى جلوكوز، ممكن تحول إلى جلوكوز. ونفس الشيء عملية الترانزامينيشن ممكن تحدث بعد الوجبة الغذائية. لماذا؟ لأن احنا قلنا أن الوزن الجزيئي ل 16% من الوزن الجزيئي لأي بروتين هو نيتروجين، طالما البروتين هو سلسلة من أحماض أمينية، فبعد الوجبة الغذائية بعد أن يتم هضم البروتينات تتحرر الأحماض الأمينية، لازم تتعرض الأحماض الأمينية لتفاعل الترانزامينيشن، إذا لازم يتطلب الجسم وجود إنزيمات الترانزامينيز. ما الغرض من هذا التفاعل بعد الوجبة؟
بعد الوجبة الغذائية، إزالة مجموعة الأمين من الأحماض الأمينية، هل لتصنيع جلوكوز؟ لا، وإنما للتخلص من سمية النيتروجين الموجود في الأحماض الأمينية، لأن الأحماض الأمينية فيها مجموعة أمين، والمجموعة الأمين NH2 أكيد فيها نيتروجين، فعشان نتخلص من النيتروجين يتطلب الجسم وجود فيتامين B6 لتنشيط إنزيم الترانزامينيز. وزي ما شفنا في البايكمسيري لو تذكروا، أن الأحماض الأمينية سوف تحول إلى يوريا، عفوا إلى أمونيا، وبعدين الأمونيا تحول إلى يوريا. إذا الناتج النهائي لهدم وليس الهضم، الناتج النهائي لهدم البروتينات هو اليوريا. إذا ينتهي البروتين بتكوين اليوريا، ينتهي تحطيم البروتين بتكوين اليوريا. وواحد من التفاعلات التي تقوم بهذا العمل هو انزيم الترانزامينيز، وفيتامين B6 مطلوب لتنشيط هذا الانزيم. طيب، اذا واحد اول انزيم من الانزيمات التي تحتاج فيتامين B6 هو الترانزامينيز، وعرفنا ان الترانزامينيز مسؤول عن عملية الترانزامينيشن، وعرفنا أهمية الترانزامينيشن أثناء الصيام وبعد الوجبة الغذائية. ثاني إنزيم من الإنزيمات التي تحتاج وجود فيتامين B6 هو إنزيم الديكاربوكسيليز. ديكاربوكسيليز من اسمه يقوم بعملية ديكاربوكسيليشن، إزالة مجموعة الكربوكسيل، إزالة مجموعة الكربوكسيل أو ثاني أكسيد الكربون COOH أو CO2. والقاعدة العامة أن decarboxylation of amino acids يعطيني أمينز. إذا حدث تفاعل إزالة ثاني أكسيد الكربون أو إزالة مجموعة الكربوكسيل لأي حمض أميني، إيش هيتحول الحمض الأميني إلى إيش؟ بعد ما نشيل منه مجموعة كربوكسيل يتحول إلى أمين. وهل هذا التفاعل مهم في جسم الإنسان؟ أكيد تفاعل مهم في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه في أمينات تقوم بوظائف هامة جدا في جسم الإنسان. المصدر هنا ذاكر لكم 3 أمثلة: التيروسين لو حدثت له عملية دي كاربوكسيليشن، شلنا منه ثاني أكسيد الكربون أو COOH، حيتحول إلى تيرامين، والتيرامين هذا أمين ينظم ضغط الدم. الهيستيدين بنفس التفاعل لو حصلت له إزالة ثاني أكسيد الكربون أو مجموعة كربوكسيل حيتحول إلى هيستامين. لذلك شوفوا، فيتامين B6 مهم في تنظيم ضغط الدم. لماذا مهم في تنظيم ضغط الدم؟ لأن الفيتامين B6 ينشط إنزيم الديكاربوكسيليز الذي يحول التيروسين إلى تيرامين، هذا اللي ينظم ضغط الدم. أيضا الهيستيدين يتحول إلى هيستامين بعد إزالة ثاني أكسيد الكربون أو مجموعة الكربوكسيل. لذلك أقول أن فيتامين B6 مهم في تنظيم جهاز المناعة، أو مهم في رفع مستوى الجهاز المناعي في جسم الإنسان. لماذا؟ لأن الهيستامين هو المركب الذي يتحسس وجود المواد الغريبة أو الكائنات الغريبة في جسم الإنسان، وبالتالي يثير الجهاز المناعي للقضاء على هذا الشيء الغريب. إذا ممكن نقص الفيتامين B6 يؤدي إلى نقص المناعة، نقول بهذا باختصار شديد نقول أنه يؤثر على جهاز المناعة سلبا. إذا الهيستيدين يتحول إلى هيستامين، وهذا اللي مسؤول عن الألرجيك أند إنفلاماتوري ريسبونسز. أيضا ركزوا على هذا المركب، الجلوتاميك أسيد إذا شلنا منه مجموعة كربوكسيل أو ثاني أكسيد الكربون يتحول إلى مركب اسمه جاما أمينو بيوتريك أسيد. إذا تقول لي، لو أسألك إيش هو الجاما أمينو بيوتريك أسيد، تقول لي هذا هو أمين نتج من إزالة مجموعة الكربوكسيل من الجلوتاميك أسيد بإنزيم إيش اسمه؟ ديكاربوكسيليز. والديكاربوكسيليز من نشطه؟ فيتامين B6.
وحنلاحظ فيما يلي إن شاء الله تعالى أن واحد من أعراض نقص فيتامين بي 6 هو وجود تشنجات تشبه التشنجات الصرعية، صرع خاصة عند الأطفال. لماذا؟ لأن الجاما أمينو بيوتريك أسيد وظيفته as inhibitory neurotransmitter، هو ناقل عصبي تثبيطي. أنتوا تعرفون أن السيالة العصبية مش مستمرة بشكل دائم، دائما يحصل إيصال للسيالة العصبية وبعدين تثبيط للسيالة العصبية، إذن دائما تنشيط وتثبيط تنشيط وتثبيط حتى يستمر الجسم في حالة اتزان. فطالما أن الجاما أمينوبيوتريك أسيد هو ناقل عصبي تثبيطي، معناه أنه في مرحلة من مراحل الحياة بشكل عام أو في أوقات معينة لابد أن يصنع عشان يوقف سريان السيالات العصبية. طيب إذا لم يكون، إذا لم يكون هذا الناقل العصبي المثبط أو التثبيطي، حتستمر سريان السيالات العصبية وبالتالي حتظهر أعراض التشنجات الصرعية خاصة عند الأطفال. هذه هنشوفها واحدة من أعراض نقص فيتامين بي 6، والسبب في ذلك عدم تحول جلوتاميك أسيد إلى جاما أمينوبيوتريك أسيد. طيب هذه بس أمثلة أهمية الفيتامين بي 6 لتنشيط إنزيم الديكاربوكسليز. وقبل شوية أنا ذكرت لكم أنه يعمل ككو إنزيم لإنزيم الدي أمينيز. أنا قلت لكم ترانزامينيشن ودي أمينيشن، إذن ترانزامينيز ودي أمينيز، وتكلمنا عنه هذا الموضوع. أيضا فيتامين بي 6 مهم زي ما قلت لكم قبل شوية، مهم في تفاعلات تحول التربتوفان إلى نيازين. مش قلنا أن النيازين فيتامين بي 3 فيتامين بي 3 يصنع من التربتوفان طبعا بواسطة إنزيم يسمى كينيورينيز. كينيورينيز هذا هو الإنزيم الذي يعمل على تحويل التربتوفان إلى نيازين فيتامين بي 3. لذلك في نقص فيتامين بي 6 لا يتم تصنيع النيازين من التربتوفان، وبالتالي قلت لكم تظهر أعراض البليجرا عند الناس اللي عندهم نقص في فيتامين بي 6. إذن الكينينيورينيز هذا هو الإنزيم اللي يحول التربتوفان إلى نيازين. thus لذلك in B6 deficiency نيازين synthesis from tryptophan does not take place، لا يتم تصنيع النيازين من التربتوفان، وبالتالي يقل مستوى النيازين فتظهر أعراض البليجرا. وفي هنا معلومة إضافية، وين حيروح وين حتروح نواتج أيضا التربتوفان؟ تتحول إلى زانثينيوريك أسيد، زانثينيورينيك أسيد. هذا الزانثينيورينيك أسيد يخرج عن طريق الكليتين إلى البول، وبالتالي زانثينيورينيك أسيد إندكس is a reliable criterion for B6 deficiency. هذه معلومة مهمة في المختبرات، بمعنى أنه كيف نتأكد أنه الشخص عنده نقص فيتامين بي 6؟ حنشوف الزانثينيورينيك أسيد موجود في البول بكميات كبيرة. الزانثينيورينيك أسيد يظهر في البول بكميات كبيرة، لماذا؟ لأنه يتكون من نواتج أيضا التربتوفان. لماذا يتكون من نواتج أيضا التربتوفان؟ لأنه التربتوفان لم يحول إلى النيازين، فيضطر أنه يتحول نواتج تحطم التربتوفان أو ميتابوليزم في التربتوفان، النواتج التي ينتج منها النواتج التي تنتج من ميتابوليزم في التربتوفان إن لم يكن الفيتامين بي 6 موجود حتتحول إلى زانثينيورينيك أسيد، وهذا يطرح عن طريق الكليتين إلى البول فيظهر في البول، فقياسه في البول أو تحديد كميته في البول أو وجود كميته كمية كبيرة منه في البول هو واحد من الأدلة القوية على حدوث نقص فيتامين بي 6. أهم شيء إن احنا قلنا فيتامين بي 6 مهم جدا في فيتامين بي 6 مهم جدا في تصنيع فيتامين بي 3. هذا خلاصة الكلام. فيتامين بي 6
مهم جدا في تصنيع فيتامين بي 3، وهذا هذا من الأشياء اللي حنشوفها دور فيتامين في فيتامين آخر، أو تأثير فيتامين على فيتامين آخر. فواحد من التأثيرات أن فيتامين بي 6 مهم جدا في تصنيع فيتامين بي 3، فإن لم يوجد فيتامين بي 6 حتنقص كمية الفيتامين بي 3 وتظهر الأعراض. أيضا من التفاعلات الهامة التي تتطلب وجود فيتامين بي 6 تفاعل الترانسلفريشن، نقل مجموعات السلف هيدريل جروب، مجموعات الكبريت، مهم جدا هذا التفاعل في تحويل الهوموسيستين إلى سيستين. هوموسيستين لما يتفاعل مع السيرين يتم نقل مجموعة الكبريت الـ SH جروب من الهوموسيستين إلى السيرين، فيتكون هوموسيرين مع سيستين. في هنا معلومة مهمة طبيا، مستوى الهوموسيستين في الدم إذا ارتفعت كمية الهوموسيستين في الدم الإنسان يتعرض للكارديوفاسكولار ديزيز، الأمراض القلبية أو الهارت أتاك. طبعا زيادة الهوموسيستين في الدم، لو كان بس الشخص يعاني من زيادة الهوموسيستين في الدم حتى لو لم يكن سمينا، مفيش عنده سمنة، حتى لو كان ضغط دمه مش مرتفع، حتى لو لم يكن مصاب بمرض السكري، حتى لو لم تكون التراجسترايد والكوليسترول مرتفعة في الدم، يعني أموره طيبة 100%، بس عنده هوموسيستين مرتفع في الدم تظهر عنده المشاكل القلبية، تظهر عنده المشاكل القلبية. فمن الذي يعمل على تحويل الهوموسيستين إلى سيستين وبالتالي يقلل كمية الهوموسيستين ويحافظ على الشخص ضد حدوث أمراض قلبية؟ فيتامين بي 6 عن طريق أي تفاعل؟ ترانسلفريشن، نقل مجموعة الكبريت من الحمض الأميني هوموسيستين وبالتالي تحويله إلى سيستين، وبالتالي في حالة نقص فيتامين بي 6 تظهر المشاكل القلبية نتيجة لزيادة كمية الهوموسيستين في الدم. أيضا الفيتامين بي 6 متمثلا بالبيريدوكسال فوسفيت مهم جدا في تصنيع الأراكيدونيك أسيد من اللينوليك أسيد. احنا عرفنا أن الأراكيدونيك أسيد هو المادة التي تصنع منها البروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز لما تكلمنا عن أهمية الدهون في الغذاء أو الأهمية الغذائية للدهون، البروستاجلاندينز تصنع من الأراكيدونيك أسيد بإنزيم الكوكس لو تذكروا. الأراكيدونيك أسيد واللينوليك أسيد واللينولينيك أسيد هذه ثلاثة أحماض دهنية أساسية لا يمكن تصنيعها في الجسم. قلت لكم أنه ممكن يصنع الأراكيدونيك أسيد من اللينوليك أسيد بإنزيمات، هذه الإنزيمات تحتاج فيتامين بي 6، وعرفنا إيش أهمية الأحماض الدهنية الأساسية، ذكرنا عدة وظائف لها، وقلنا أهم وظيفة للأحماض الدهنية الأساسية وخاصة الأراكيدونيك أسيد أنه منه مباشرة يتم تصنيع البروستاجلاندينز. عرفنا أن البروستاجلاندينز تحافظ على الجسم من وإلى، كل أجهزة الجسم تحتاج البروستاجلاندينز، تحافظ على الجهاز الهضمي والتنفسي والتناسلي والجهاز البولي والجهاز العصبي والجهاز كل الأجهزة والجهاز الدوري والجهاز كل الأجهزة تحتاج بروستاجلاندينز. لذلك نقص الفيتامين بي 6 يؤدي إلى نقص الأراكيدونيك أسيد، عدم تصنيع الأراكيدونيك أسيد من اللينوليك أسيد، وبالتالي يقل تصنيع البروستاجلاندينز، تتأثر كثير من الأعضاء زي ما هنشوف بعدين. أيضا فيتامين بي 6 مهم جدا للإنزيمات المسؤولة عن تصنيع السفنجوميلينز، synthesis of sphingomyelin، هذا واحد من الفوسفوليبيدز، واحد من السفنجوفوسفوليبيدز التي مهمة جدا في تركيب وأداء وظيفة الجهاز العصبي، إذا نقصه هيسبب أيضا مشاكل عصبية. أيضا الفيتامين بي 6 مهم في تصنيع الفاتي أسيد، فاتي أسيد سينثيسز، عرفنا أهمية الأحماض الدهنية في إنتاج الطاقة وغير ذلك من الوظائف المختلفة. فيتامين بي 6 أيضا
مهم لفعالية المثل جلايكوجين فوسفوريليز. جلايكوجين فوسفوريليز، جلايكوجين فوسفوريليز هذا الإنزيم الذي يعمل على تحليل الجلايكوجين في العضلات. تحليل الجلايكوجين إلى إيش؟ إلى جلوكوز. إذن فيتامين بي 6 مهم جدا لتحلل الجلايكوجين، أو نقول مهم جدا في تحرير الجلوكوز من الجلايكوجين في العضلات لتزويد العضلات بالطاقة أثناء فترات الصيام، فتقل إنتاج الطاقة لو حدث نقص في الفيتامين بي 6. أيضا الفيتامين بي 6 مهم جدا في ترانسبورت اوف بوتاسيوم، نقل البوتاسيوم من أين إلى أين؟ من الجزء خارج الخلايا، من الإكستيريور تو إنتيريور، من الإكستراسيلولار سايد إلى الإنتراسيلولار سايد. وبالتالي نقص الفيتامين بي 6 يؤدي إلى حالة نسميها هايبركاليميا، زيادة مستوى البوتاسيوم في الدم، وهذه تؤثر على العضلة القلبية، إذا تحدث مشاكل قلبية نتيجة لنقص فيتامين بي 6. أيضا تركزوا على الذي أركز عليها أنا، ركزوا على الذي على التي أركز عليها أنا. أيضا معنا واحد من الإنزيمات من الفيتامينات اللي ما ذكرتهاش، وأنا ما ذكرتهاش لأنه يعني أقل أهمية من الفيتامينات التي ركزت عليها. مثلا فيتامين بي 5، فيتامين بي 5 ما ذكرتوش، قفزت إلى فيتامين بي 6. أما بالنسبة لفيتامين بي 4 ما فيش حاجة اسمها فيتامين بي 4. فيتامين بي 5 اسمه بانتوثينيك أسيد، بانتوثينيك أسيد هذا الشكل الغير نشط، بانتوثينيك أسيد. يحول البانتوثينيك أسيد إلى كوإنزيم A، هذا الشكل النشط، الأكتف فورم أوف فيتامين بي 5 يسمى كوإنزيم A، بينما الإنأكتف فورم أوف فيتامين بي 5 يسمى بانتوثينيك أسيد. إذن لازم يحول الشكل الغير نشط إلى الشكل النشط زي ما احنا عارفين. إذن لازم يحول البانتوثينيك أسيد إلى كوإنزيم A، طبعا بواسطة إنزيمات، صح ولا لا؟ إنزيمات. هذه الإنزيمات التي تعمل على تحويل الشكل الغير نشط للفيتامين بي 5 إلى الشكل النشط للفيتامين بي 5، هذه الإنزيمات تحتاج فيتامين بي 6، بي 6، بي 6. إذن واحدة من وظائف فيتامين بي 6 أنه يساهم في synthesis of coenzyme A. إيش معنى coenzyme A؟ SH، هذا بالشكل المختزل، شكل مختزل هيدروجين، مكتسب هيدروجين. إذن synthesis of coenzyme A. إذن فيتامين بي 6 is involved in synthesis of coenzyme A، تصنيع الكوينزيم A from what؟ from bantothenic acid، من البانتوثينيك أسيد. وبالتالي في حالة نقص فيتامين بي 6 مستوى الكوينزيم A يقل، ولأنه أنا ما ركزتش عليه كذا لأنه الوقت قصير، وممكن مستقبلا تقرأوه وتشوفوا إيش أهميته. تمام، هو مهم في تصنيع النواقل العصبية، مهم في تصنيع السكسينايل كو اي، مهم في تصنيع الأسيتايل كو اي، إذا مركبات طاقة ونواقل عصبية. لكن أنا ما عاد حبيتش، لأن الآن في المحاضرة الثالثة عشر، إحنا الآن في المحاضرة الثالثة عشر ولسه ما كملناش، باقي معنا المينرالز. فأقول الفيتامين بي 6 مهم في تصنيع الفيتامين بي 5، ومهم في تصنيع فيتامين بي 3، صح ولا لا؟ النيازين، ركزوا على هذه المعلومات. فيتامين بي 6 مهم في تصنيع فيتامين بي 5 اللي هو الكوينزيم اي من البانتوثينيك اسيد، وتصنيع النيازين من التريبتوفان، النيازين اللي هو فيتامين بي 3. ففي حالة نقص فيتامين بي 6 يقل يحدث نقص في فيتامين بي 5 وفيتامين بي 3. ايضا فيتامين بي 6 مهم في تصنيع الهيم، الهيم الذي يتحد مع الجلوبين لتكوين الهيموجلوبين، اذا تكوين الدم. طبعا تصنيع الهيم يتم بثمانية انزيمات، احد هذه الانزيمات او في مكان معين في هذه الانزيمات لازم يكون موجود فيتامين بي 6. اذا مهم
ككو انزيم لتنشيط الانزيمات المسؤوله عن تصنيع الهيم. فبالتالي شوفوا ايش كاتب في الخط العريض هنا، فبالتالي ان بي 6 ديفيشنسي، في حاله نقص فيتامين بي 6 هيم سينثيسيس سفرز، هيم سينثيسيس سفرز، تصنيع الهيم يتاثر او يتوقف، بمعنى الكلام انه يتوقف او يكبح، and leads to anemia، اكيد يحدث انيميا اذا لم يصنع الهيم، اذا حيقل كم تقل كميه الهيموجلوبين، هذا هو الانيميا او فقر الدم. اذا باختصار شديد نقول انه فيتامين بي 6 مهم في تصنيع الهيموجلوبين، لانه يساهم في تصنيع الهيم، جزء الهيم في الهيموجلوبين، فاذا نقص لن يتم تصنيع الهيم، وبالتالي مش حيتصنع الهيموجلوبين، وهذا هو الانيميا. ايضا الفيتامين بي 6 مهم جدا في خفض الكوليسترول في الدم، خفض مستوى الكوليسترول في الدم، او يمنع ارتفاع الكوليسترول بالمعنى الاصح، انه يمنع الهايبر كوليستريليميا، زياده الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقلل تعرض الشخص لامراض القلب، بغض النظر عن الهوموسيستين، هذا دوره في المحافظة على الجهاز الدوري والجهاز القلبي، قلنا أنه يقلل كمية الهوموسيستين، هذا شيء عن طريق تحويله إلى السيستين. له دور آخر في أنه يمنع هايبر كوليستروليميا، يمنع حدوث ارتفاع كوليسترول الدم أو زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقلل تعرض الشخص للأمراض القلبية. لكنه دور الفيتامين بي 6 في منع ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم is not clear، مش واضح الدور اللي يقوم به الفيتامين، مش معروف بالضبط ايش الآلية اللي يقوم بها هذا الفيتامين، لكن انتو ركزوا عليها هكذا انه بيقلل مستوى الكوليسترول في الدم. ايضا بالنسبة للإميون ريسبونس، الاستجابة المناعية، قلنا انه مهم جدا في تصنيع الهستامين، صح ولا لا؟ وهذا هو الوسيط للتفاعلات المناعية والتفاعلات التحسسية. ففي حالة نقص فيتامين بي 6 immune response is impaired، in vitamin B6 deficiency immune response، الاستجابة المناعية تكون مكبوحة أو متلفة أو ضعيفة. تمام، ركزوا على هذه الأشياء وخلاص. إذن هذه الوظائف المختلفة وظائف كثيرة جدا. أيضا حنلاحظ أنه فيتامين بي 6 يمنع حدوث الباركنسون ديزيز، مرض الرعاش، وأيضا يمنع حدوث كثير من الكانسر، السرطانات. وبالتالي في حالة نقص فيتامين بي 6 يتعرض الإنسان بشكل أكبر إلى مرض الباركنسون وسرطان الثدي والقولون وكثير من السرطانات المختلفة. هذه الوظائف المختلفة لفيتامين بي 6، ما الذي يؤديه نقص فيتامين بي 6؟ إذا نقص فيتامين بي 6 تتوقف كل هذه الوظائف وتحصل اللخبطة. لا، لازم تكونوا شطار، طالما أنه يسوي شيء معين، إذا مش موجود هذا الفيتامين لن يحدث هذا الشيء المعين، وتحدث المشاكل. إذا مش حيتكون التيرامين، يتلخبط ضغط الدم، مش حيتكون الهستامين، حتقل الاستجابة المناعية، مش حيتكون الجاما أمينوبيوتريك أسيد، حتحدث تشنجات صرعية، لأن السيالات العصبية حتستمر بالسريان، مش حيتصنع النيازين، حتظهر أعراض البليجرا، مش حيتحول الهوموسيستين إلى سيستين، حيزداد في الدم يسبب مشاكل قلبية. أيضا مش حيتصنع الالكولونيك اسيد من اللينوليك اسيد، بالتالي مش حتتصنع البروستاجلاندينز، حتتاثر الاجهزه القلبيه والهضميه والجهاز البولي والتناسلي والجهاز العصبي، كل مش حيتصنع السفنجوميلين، حتتاثر الخلايا العصبيه، مش حيتم تصنيع الاحماض الدهنيه، ما حتقل انتاج الطاقه، واضح؟ مش حيتحلل الجلايكوجين في العضلات، حتقل مستوى نشاط العضلات، او حتتاثر العضلات او تحدث مشاكل العضليه، مثل واستنج، مثل كرامز، تقلصات عضليه، مشاكل في العضلات.
مش هيزداد ال مش هينتقل البوتاسيوم من خارج الخلايا إلى داخل الخلايا، هيزداد موجود هيظل موجود خارج الخلايا في الدم. زيادة البوتاسيوم في الدم زي ما قلنا يسبب مشاكل قلبية، مش هيتصنع الفيتامين B5، وقلنا انه وظيفته في انتاج الطاقة وفي تصنيع النواقل العصبية، مش هيتصنع الهيم، وبالتالي مش هيتصنع الهيموجلوبين، بالتالي هيتحدث انيميا، هيزداد مستوى الكوليسترول في الدم، هتتأثر الاستجابة المناعية وهكذا. لذلك هنتكلم عن الكلينيكال اسبكت او المفاهيم السريرية او الديفيشنسي مانيفستيشنز، اعراض نقص فيتامين B6. زي ما كاتب لكم هنا no deficiency disease has been described، زي فيتامين B2 زي فيتامين B2 ما فيش مرض محدد او ما فيش مرض سموه تسمية خاصة بسبب نقص فيتامين B6، لكن تظهر اعراض معينة، لان ما فيش مرض معين، ما فيش اسم لمرض معين سببه نقص فيتامين B6، لكن بشكل عام زي ما قلت لكم قبل شوية إذا نقص فيتامين B6 لن تحدث الوظائف التي كان يقوم بها. لكن شوفوا إيش كاتب، but following clinical manifestations are attributed to vitamin B6 deficiency، الأعراض التالية هي منسوبة أو بسبب نقص فيتامين B6. أول عرض وأهم عرض على فكرة ركزوا عليه، epileptiform convulsions in infants، زي ما قلت لكم تشنجات convulsions، تشنجات شبيهة بالصرع بالإبليبسي، إبليبسي صرع. إذا epileptiform convulsions تشنجات صرعية خاصة in infants حديثي الولادة، هذه سببها نقص فيتامين B6. لماذا؟ زي ما قلت لكم لعدم تصنيع الجاما امينو بيوتريك اسيد، لورينج بسبب انخفاض اوف جاما امينو بيوتريك اسيد. لماذا لم يصنع الجاما امينو بيوتريك اسيد؟ لانه لم يتم تنشيط الديكاربوكسيليز، الفيتامين مهم لتنشيط انزيم الديكاربوكسيليز. شوفوا ايش كاتب لكم انا فوق، هو كو ديكاربوكسيليز، يعني كو ديكاربوكسيليز معني انه مرافق لانزيم الديكاربوكسيليز، ينشط انزيم الديكاربوكسيليز. وعرفنا انه انزيم الديكاربوكسيليز لما يشيل مجموعه الكربوكسيل او ثاني اكسيد الكربون من الاحماض الامينيه ينتج امينات، تيرامين، هيستامين، حتى تريبتامين، في مركبات اخرى. قلت لكم هذا جاما امينو بيوتريك اسيد ياتي من الجلوتاميك اسيد عن طريق من؟ انزيم الديكاربوكسيليز. اذا فيتامين B6 مش موجود لن ينشط انزيم الديكاربوكسيليز، لن يتم تحويل الجلوتاميك اسيد الى جاما امينو بيوتريك اسيد، حتقل كميه جاما امينو بيوتريك اسيد، حيستمر سريان السيالات العصبيه وحتحدث التشنجات الصرعيه. اذا شوفوا ايش كاتب لكم هنا، epileptiform convulsions in infants have been attributed to pyridoxine deficiency، منسوبة لنقص البيريدوكسين اللي هو فيتامين B6. It is related to lowered activity of glutamic acid decarboxylase، إذا التشنجات الصرعية هذه سببها نقص نشاط إنزيم الجلوتاميك أسيد ديكاربوكسيليز الذي كان يحتاج فيتامين B6. تمام، وبالتالي occurs lowering of gamma amino butyric acid، سوف يحدث نقص في الجاما امينو بيوتريك اسيد، لانه من كان يصنع الجاما امينو بيوتريك اسيد؟ هذا الانزيم جلوتاميك اسيد ديكاربوكسيليز. تمام، حيحدث نقص في الجاما امينو بيوتريك اسيد في الدماغ، which causes convulsions، الذي سببت تشنجات العصب الصرعيه بسبب استمرار سريان السيالات العصبيه، لانه هذا الجاما امينو بيوتريك اسيد زي ما قلت لكم هو تصنيفه as inhibitory neurotransmitter، ناقل عصبي تثبيطي، لازم ان يصنع عشان يثبط يوقف السيالات العصبيه، فاذا لم يصنع حتستمر حدوث السيالات العصبيه مسببا التشنجات خاصه عند الاطفال.
أيضا من الأعراض اللي التي تحدث بسبب نقص فيتامين بي 6 بيرودوكسين ريسبونسيف أنيميا، أنيميا تستجيب فقط لإعطاء الفيتامين بي 6 بيرودوكسين. ومميزاتها هايبوكروميك مايكروسايتك أنيميا، يعني كرة الدم الحمراء بتكون فيها محتوى الهيموجلوبين قليل وحجم كرات الدم الحمراء صغيرة، واضح؟ اسمها بيريدوكسين ريسبونسيف انيميا، يعني نوع من انواع فقر الدم، نوع من انواع الانيميا. لا تعالج الا باعطاء البيريدوكسين فيتامين بي 6، لا تعالج او لا تصحح لو اعطينا الشخص حديد ولو اعطيناه فوليك اسيد فيتامين بي 9، لا يتم التخلص من الانيميا، لا تستجيب او لا نتخلص من مشكلة فقر الدم الا اذا اعطيناه إلا إذا أعطينا الشخص أو المريض المسبب هذا الشيء إلا إذا أعطيناه فيتامين بي 6، ولذلك سميت بيريدوكسين ريسبونسيف أنيميا. طيب، هذه تفاصيل ما لكمش علاقة فيها، ما لكمش علاقة فيها خالص. زي ما قلت لكم انتوا حتركزوا، زي ما قلت لكم حتركزوا على انه هو المصدر ذاكر هذه الاشياء، ولا انا قلت لكم مش حيتصنع التيرامين حيتلخبط ضغط الدم، مش حيصنع الهستامين حتتأثر الاستجابة المناعية، مش حيتصنع النيازين حتظهر اعراض البليجرا، صح ولا لا؟ لازم تركزوا عليها، ولو انه انا مش المصدر مش ذاكرها، المصدر مش ذاكرها. انا ايش اللي قلت لكم، انا مجمع لكم المقرر هذا من عدة مراجع، فلانه بس الملزمة جاءت على هذا المصدر خلاص. الكلام اللي اقوله انا شفهيا في المحاضرة الان هو كلامي المعتمد، فانتبهوا عليه. يعني شوف في النهاية إذا فيتامين بي 6 مش موجود لن يتم تصنيع النيازين. هذا مثال على واحد من المخططات. وبعدين ايش اللي حي وين حتروح النواتج هذه؟ تتحول الى زانثينيورينك اسيد، هذا يظهر في البول، تمام. ايضا مش حيتصنع السفنجوميلين، مش حيتصنع الاراكيدونيك اسيد، مش حتصنع الفاتي اسيد، مش حيتم تحليل الجلايكوجين اثناء الصيام، مش حينتقل الصوديوم البوتاسيوم من خارج الخلايا إلى داخل الخلايا، بالتالي حيظل مرتفع في الدم يسبب مشاكل قلبية، واضح؟ حيزداد مستوى الكوليسترول في الدم. هذه كلها الإنسان حيتعرض للباركنسون ديزيز، صح ولا لا؟ لأنه قلنا يمنع حدوث باركنسون ديزيز بآلية معينة. خلاص، هذه الأعراض النادرة من نقص فيتامين بي 6، واضح؟ الديلي ريكويرمنت، الاحتياجات اليومية للفيتامين بي 6، اقرأوها كما كانت تكون، اقرأوا الأرقام. 2 مليجرام في اليوم للبالغين، والأطفال من 3 من 10 إلى 4 من 10 مليجرام باليوم الواحد. لكن أنا قلت إيش قلت لكم؟ قلت لكم أن الـ requirement of vitamin B6 is related to dietary protein intake. احتياجك لفيتامين B6 يعتمد أو مرتبط بأخذك للبروتين. لو أخذت بروتين كثير لازم تأخذ فيتامين B6 كثير، والعكس صحيح. لو كانت كمية البروتينات المأخوذة قليل لازم تقلل فيتامين B6 أو B6، واضح؟ وبعدين في اثناء البريجنانسي واللاكتيشن والمدري ايش لازم تزداد، هذا الكلام قد معروف. حننتقل الان ان شاء الله تعالى الى الفيتامين بي 9. هذا فيتامين بي 5 اللي قلت لكم اسمه بانتوثينيك اسيد، ولانه مش هشرحه لكم، واضح؟ الذي يتحول الى كو انزيم اي، ما علينا منه. شوفوا بانتوثينيك اسيد مجموعة من التفاعلات ينتهي في النهاية لتكوين كوينزيم A.
هذا الكوينزيم A مهم لتصنيع الأسيتيل كو A والأسيتيل كولين والسكسينيل كو A، يعني تفاعلات مش مطلوب عليكم الآن. حتى فيتامين B7 مش مهم، قرأوه في الإجازة الصيفية. حنقفز الآن إلى الفيتامين B9. وين راح الفيتامين B9؟ هذا الكلام كله مش عليكم. فيتامين B9 which is folic acid أو folate. أيوة، حندخل الآن بالwater soluble vitamins رقم 2، الفيتامينات الذائبة في الماء الجزء الثاني. حنتكلم عن الفيتامين folic acid، فيتامين B9 وفيتامين B12 اللي هو سيانوكوبالامين، والأسكوربيك أسيد فيتامين سي. حنبدأ نتكلم عن الفوليك أسيد فيتامين B9. بالنسبة للفيتامين B9 الشكل الغير نشط يسمى فوليك أسيد أو الفوليت، مركب يسمى فوليك أسيد. الاسم مشتق من مصطلح لاتيني اسمه فوليوم، اسمه فوليوم، والذي يعني أوراق الخضروات، أوراق الخضروات، لأن الفوليك أسيد موجود بكثرة في الخضروات، فهذا سبب التسمية. بالنسبة للشكل النشط الفيتامين B9، الشكل النشط للفوليك أسيد اسمه تترا هيدرو فوليك أسيد، تترا هيدرو فوليك أسيد. هذا هو الكو إنزيم functions of folic acid، الشكل النشط أو نقول الأكتف فورم of folic acid الذي بيعمل كو إنزيم. طبعا ما عملوه ككو إنزيم، طبعا تحويل الفوليك أسيد إلى فولينك، تحويل الفوليك أسيد إلى تترا هيدرو فوليك أسيد يحدث في جسم الإنسان عملية التنشيط. فوليك أسيد بإنزيم الفوليت ريدكتيز يتحول إلى 7-8 داي هيدرو فوليك أسيد، وبنفس الإنزيم فوليت دي ريدكتيز نفس الإنزيم يتم اختزال الداي هيدرو فوليك أسيد إلى تترا هيدرو فوليك أسيد. هذا يسمى تترا هيدرو فوليك أسيد أو تترا هيدرو فوليت. This is the active form of vitamin B9. وأقول لكم معلومة، الفوليت ريدكتيز هذا الإنزيم فوليت ريدكتيز الذي يعمل على اختزال الفوليك أسيد إلى تترا هيدرو فوليك أسيد يتنشط بواسطة فيتامين سي. لذلك واحدة من وظائف فيتامين سي هو تنشيط وليس تصنيع، تنشيط الفوليك أسيد، تنشيط فيتامين بي 9. إيش معنى تنشيطه؟ تحويله من الفوليك أسيد إلى تترا هيدرو فوليك أسيد، وبالتالي نقص فيتامين سي يسبب نقص في الشكل النشط لفيتامين بي 9. بمعنى أنه نقص فيتامين سي يسبب نقص فيتامين بي 9. لماذا؟ لأنه فيتامين سي يعمل على تنشيط الإنزيم الريدكتيز، تنشيط إنزيم الريدكتيز المسؤول عن تنشيط الفوليك أسيد إلى تترا هيدرو فوليك أسيد. طبعا الجسم ما يحتاج الشكل الغير نشط، يحتاج الشكل النشط، فإذا قلت كمية الشكل النشط لأي فيتامين انتهت وظيفته أو لم يقم بوظيفته المطلوبة. إذا عرفنا أنه فيتامين بي 9 اسمه فوليك أسيد في الحالة الغير نشطة، بينما في الحالة النشطة تسمى تترا هيدروفوليت أو تترا هيدروفوليك أسيد، اختصارا لها THFA تترا هيدروفوليك أسيد، أو بعضها يقول THF تترا هيدروفوليت. واضح؟ طيب، حلما نتكلم بسرعة عن وظائف الفيتامين بي 9. قضية الامتصاص ما تهمناش. الفيتامين بي 9 باختصار شديد هذا تترا هيدروفوليك أسيد هو الكارير اوف وان كربون جروبس، هو حامل لمجاميع ذات كربون واحدة، الفورميل والفورمامينو والميثيلين ميثينيل عفوا والميثيلين ايضا والهيدروكسي ميثيل. انا يهمني اخر واحدة ميثايل جروب، اذا هو الكارير
لمجاميع تحتوي على مجاميع مختلفة فيها كربون واحد بس. شوفوا كربون واحد 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 واحد. أنا يهمني في النهاية هذه المجموعة الأخيرة، أنه بينقل مجاميع الميثيل. إذا الفيتامين بي 9 مهم للتفاعل يسمى ترانسميثيليشن رياكشنز، تفاعلات نقل مجموعة الميثيل، نقل مجموعة الميثيل. إذا ينشط إنزيمات تسمى ترانسميثيليز، الإنزيمات الناقلة لمجموعة الميثيل. طبعا عملية الترانسميثيليشن مهمة جدا في تحويل اليوراسيل إلى ثايمين. لو تذكروا في الأحماض النووية إيش اللي موجود في الدي إن إيه؟ ثايمين، مش ثيامين فيتامين بي 1، لا ثايمين. إيش اللي موجود في الآر إن إيه؟ يوراسيل. إيش الفرق بين اليوراسيل والثايمين؟ هي نفس القواعد، نفس القواعد، اللهم إنه الثايمين فيها مجموعة ميثايل، واليوراسيل بدون مجموعة ميثايل. إذا فيتامين بي 9 مهم لتحويل الآر إن إي إلى دي إن إي. كيف يحول الآر إن إي إلى دي إن إي؟ سبحان من سبح الرب حمده ومن أكرم من خيفته. كيف فيتامين بي 9 يحول الآر إن إي إلى دي إن إي؟ لأنه بيضيف مجموعة ميثيل لليوراسيل فيحولها إلى ثايمين. إذا يحول الآر إن إي، يحول قاعدة موجودة في الآر إن إي إلى قاعدة أساسا موجودة في الدي إن إي، فيعمل على تحويل الآر إن إي إلى دي إن إي. ثاني مثال من الأمثلة الترانسميثيليشن، هذا التفاعل تحويل الهوموسيستين إلى ميثيونين. الفرق بين الهوموسيستين والميثيونين هي مجموعة ميثايل. واضح؟ انتوا شوفوا ايش اللي بيسويها التتراهيدروفوليك اسيد، بيشيل مجموعة ميثايل، تمام، يشيلها وينقلها، ينقلها الى، على فكرة، الى فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مهم جدا لفعالية فيتامين بي 9. لماذا؟ لانه بيعيد لي الشكل النشط لفيتامين بي 9. هذا الشكل النشط لفيتامين بي 9 اللي هو تتراهيدروفوليت او فوليك اسيد كان مرتبط بالميثايل. من يشيلها منه عشان يرجع الى تتراهيدروفوليك اسيد لوحده؟ فيتامين بي 12. شوفوا فيتامين بي 12، ويصبح فيتامين بي 12 مرتبط بالميثايل، لانه فيتامين بي 12 اسمه كوبالامين اسمه، يصبح ميثايل كوبالامين او ميثايل فيتامين بي 12. واضح؟ و هذه مجموعة الميثايل وين تروح؟ تروح لمن؟ للهوموسيستين، تعطي الهوموسيستين مجموعة الميثايل ويتحول إلى ميثيونين. وبالتالي واحدة من الوظائف اللي يقوم بها فيتامين بي 9 هو عملية تحويل الهوموسيستين إلى ميثيونين. بس هنا تحويل الهوموسيستين إلى ميثيونين عن طريق إعطاء الهوموسيستين، إعطاه مجموعة الميثيل، حوله إلى ميثيونين. وبالتالي شوفوا أنا قلت لكم الهوموسيستين زيادته في الدم يسبب يعرضك لأمراض القلب، الشريان التاجي والأوردة وما أدري إيش أمراض القلب الوعية. إذا فيتامين بي 12 زي ما قلنا قبل شوية في المحاضرة هذه قلنا فيتامين بي 6 يعمل على تحويل الهوموسيستين إلى سيستين، إذا يقلل كمية الهوموسيستين، صح؟ أيوة. الآن أقول فيتامين بي 9 أيضا وفيتامين بي 12 أيضا تقلل كمية الهوموسيستين. كيف تقلل كمية الهوموسيستين؟ عن طريق تحويله إلى ميثيونين. من اللي بيتوسط فعالية فيتامين بي 9؟ فيتامين بي 12. إذا هو الذي بيشيل، اللي بيشيل مجموعة الميثايل من الفيتامين بي 9 ويعطيها للهوموسيستين عشان يتحول إلى ميثيونين. معناه لو نقصت كمية فيتامين بي 12 هل يتكون الشكل النشط لفيتامين بي 9؟ لا. إذا
نقص فيتامين بي 12 يسبب نقص في شكل النشاط الفيتامين بي 9، ايضا نقص فيتامين سي زي ما قلت لكم قبل شويه، لانه تحويل الشكل غير نشط الى شكل نشط يحتاج فيتامين سي، نقص فيتامين سي يؤدي الى نقص الشكل النشط الفيتامين بي 9. ماذا لو زاد ماذا لو زاد الشكل النشط الفيتامين بي 9؟ هذا سؤال، هذا السؤال ما يجاوبه الناس الشاطرين. لو زاد الشكل النشط الفيتامين بي 9 حيقل كميه فيتامين بي 12، حيستهلكه، لانه دائما بي 9 يرتبط بالميثايل ويحتاج فيتامين بي 12، كل ما كان هذا بكميات عاليه لازم يتوفر هذا بكميات عاليه، اذا زياده هذا حيسبب نقص هذا، ونقص فيتامين بي 12 حيسبب نقص الشكل النشط الفيتامين بي 9. اذا واحده من تفاعلات نقل مجموعه الميثايل هو تحويل الار ان اي الى دي ان اي عن طريق تحويل اليوراسيل الى ثايمين، لان الفرق بينهما بين القاعدتين هو مجموعه ميثايل موجوده في الثايمين وليست موجوده في اليوراسيل. ثاني شيء تحويل الهوموسيستين الى ميثيونين، اعطاء الهوموسيستين مجموعه الميثايل يتحول الى ميثيونين، واضح؟ خلونا نشوف اذا باقي تفاعل ثاني ولا شيء، ما اعتقدش، هذه اللي يهمني انا صراحه، هذه اللي يهمني، واضح؟ وبالتالي شوفوا ما هي اعراض نقص فيتامين بي 9، اشد ديفيشنسي مانيفيستيشنز، ايش اعراض النقص؟ ريديوس دي ان اي سينثيسيس، تصنيع دي ان اي قليل او انخفاض في تصنيع الدي ان اي. في حاله الفوليت ديفيشنسي، في نقص الفيتامين بي 9، التترا هيدروفوليت قليل، شكل النشط قليل، والثايمين، ما عليكم من الكلام هذا، الثايمين تصنيع الثايمين يثبط، لانه انا قلت لكم من يحول لي اليوراسيل الى ثايمين؟ من يحول اليوراسيل الى ثايمين؟ انزيم الترانز ميثيليز، ومن ينشط انزيم الترانز ميثيليز؟ التترا هيدروفوليك اسيد، اذا معناه اذا نقص التترا هيدروفوليك اسيد مش حيتنشط انزيم الترانز ميثيليز، مش حيتم نقل مجموعه الميثايل من الى اليوراسيل ليتحول الى ثايمين، تمام؟ اذا دي اوكسي ثايمين اليوراسيل، شوفوا لذلك الدي يو يو، هذا حرف اليو هو اليوراسيل، يوراسيل مونوفوسفيت، اليوراسيل از نوت كونفرتد تو دي تي، ايش التي هذه؟ ثايمين. اذا في حاله نقص الفيتامين بي 9 لا يتحول اليوراسيل الى ثايمين، وبالتالي لا يتحول الار ان اي الى دي ان اي، اذا يقل تصنيع الدي ان اي. طبعا في حاله انه ما يتصنعش الدي ان اي داخل الخلايا، خاصه الخلايا التي تنقسم بشكل مستمر بشكل سريع، very rapidly dividing cells، تمام؟ مش حتنقسم، حتظل كمية الـ RNA كبيرة أكبر من كمية الـ DNA، لذلك نقص تصنيع الـ DNA أو قلة كمية الـ DNA مقارنة بالـ RNA، لأنه الـ RNA لازم يتحول إلى DNA، كيف يتحول الـ RNA إلى DNA؟ اليوراسيل يتحول إلى ثايمين، وكيف يتحول اليوراسيل إلى ثايمين؟ عن طريق نقل مجموعة الميثيل، وكيف يتم نقل مجموعة الميثيل عن طريق تنشيط انزيم الترانز ميثيليز. اذا انخفاض في نقص الدي ان اي او قلة كمية الدي ان اي داخل الخلايا مقارنة بالار ان اي حيؤدي الى تراكم كمية كبيرة من الار ان اي، خاصة في الخلايا التي تنقسم بسرعة في نخاع العظم وفي الخلايا وفي مخاطية الجهاز الهضمي الامعاء، حيحدث اول شيء ماكروسايتك انيميا. ماكرو كبير، ماكروسايتك انيميا فقد دم يتميز بان خلايا الدم الحمراء حجمها اكبر من الطبيعي. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. لماذا في نقص الفيتامين بي 9 يكون فقر الدم ذات خلايا كره دم حمراء حجمها اكبر من الطبيعي؟ لانه في حاله نقص الفوليك اسيد او الفوليت، هذا نقص فيتامين بي 9، اثناء تخليق كره الدم الحمراء
تصنيع الدي ان اي موقف زي ما قلت لكم قبل شوية يتثبط، لكن تصنيع البروتين يستمر، وبالتالي مستوى الهيموجلوبين او كمية الهيموجلوبين تتراكم في الخلايا المولدة لكرة الدم الحمراء تتجمع، تمام؟ وهذا يؤدي الى انه كمية حجم كرة الدم الحمراء يزداد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية قلت لكم انه كمية الار ان اي حتكون اكثر من الدي ان اي، هذا يقود الى او يسبب كبر حجم كرة الدم الحمراء. ثاني عرض من الاعراض، ما عليكم من الكلام هذا كله الباقي. اذا اول شيء ماكروسايتك انيميا. ماكروسايتك انيميا معناها انه كرة الدم الحمراء حجمها اكبر من الحجم الطبيعي، والسبب في ذلك عدم تصنيع عدم تحويل الار ان اي الى دي ان اي. اذا تراكم كمية كبيرة من الار ان اي اللي حتزود كمية حتؤدي الى كبر حجم كرة الدم الحمراء. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تصنيع الدي ان اي يتوقف وتصنيع البروتين يستمر، اذا كمية الهيموجلوبين حتتراكم في الخلايا المولدة لكرة الدم الحمراء في نخاع العظم، لانه كرة الدم الحمراء تصنع من خلايا مولدة لها، من خلايا مولدة لها نسميها RBCs precursors، خلايا مولدة لكرة الدم الحمراء. هذا الكلام كله يحدث في نخاع العظم، ففي النهاية كرة الدم الحمراء التي تخرج إلى الدورة الدموية حيكون حجمها أكبر من الحجم الطبيعي، نسميها ماكرو مش مايكرو، ماكروسايتك أنيميا. ثاني عرض من أعراض نقص فيتامين B9 هايبر هوموسيستينيميا، زيادة الهوموسيستين في الدم. ليش؟ لأن احنا قلنا الفوليك أسيد مهم لتحويل الهوموسيستين إلى ميثيونين، تحويل الهوموسيستين إلى ميثيونين. فإذا كان الفوليك أسيد مش موجود لن يتم تحويل الهوموسيستين إلى ميثيونين، حيزداد كمية الهوموسيستين في الدم، وهذا حيسبب أو يخلي الشخص at risk increased risk of coronary artery disease، أمراض الشريان التاجي وأمراض القلب التاجية. أيضا في معكم birth defects، مشاكل للأولاد أو للأجنة في بطون أمهاتهم. طبعا الفوليك أسيد زي ما احنا عارفين انه لازم يأخذ طالما انه مسؤول عن تصنيع كرة الدم الحمراء وتصنيع الدي ان اي والار ان اي، اذا لازم انه يعطى بكميات كبيرة للمرأة الحامل في بداية الحمل في الاربع شهور الاولى من الحمل عشان نمو الجنين. فاذا نقص الفوليك أسيد عند المرأة اثناء الحمل هذا يسبب مشاكل عصبية نسميها نيورال تيوب ديفكتس في للجنين، طبعا للجنين مشاكل عصبية أو نقول خلل في النبيبات العصبية. طبعا هذه المشكلة خلل في عدم يعني مشاكل في الحبل الشوكي والمشاكل عصبية، ما يتمش إغلاق الحبل الشوكي بالشكل السليم، وهذا يؤدي إلى مشاكل في الحركة ومشاكل عقلية ومشاكل كثيرة ممكن تؤدي للوفاة للجنين. واضح؟ لذلك لازم المرأة أن تأخذ كميات كبيرة من الفوليك أسيد أثناء الحمل. طبعا الكانسر هذا لأنه مش ضروري تعرفه، لكن خلاص قد المصدر جاب لكم هذه المعلومة. خلاص الفوليك أسيد مهم جدا لمنع الكانسر، مهم جدا لمنع الكانسر. طبعا طالما انه الكانسر هو زيادة غير متحكم بها عدد الخلايا في الجسم، والفوليك أسيد يعمل على نمو الخلايا ونضوج كرة الدم الحمراء نمو بشكل منتظم، فلو نقص نتيجة للنقص في نمو الخلايا حيتم تحفيز زائد بشكل غير منتظم لنمو الخلايا، فحتى تنقسم الخلايا بشكل كبير جدا مما يؤدي الى حدوث كانسرز. طيب ايش اللي باقي هنا معاكم؟ خلاص المصادر حق الفوليك أسيد اقرأوها، والكمية اللي لازم ناخذها في اليوم الواحد اقرأوها ايضا، وخلاص خلصنا موضوع الفوليك أسيد هذا بشكل كامل. اعتقد ان الوقت خلاص داهمنا الان، وهذا كلها الفوليت انتاجونس هذا مش ضروري جدا. حنبدأ نتكلم عن الفيتامين B12 وآخر واحد من الفيتامينات الذائبة في الماء فيما يتعلق بمجموعة الفيتامينات بكمبلكس.
لأن الوقت قد سرقنا أو أخذ منا الوقت الكثير، هضطر أني أوقف هذه المحاضرة في هذا الموضوع، وحاب أبدأ مع المحاضرة القادمة أتكلم عن فيتامين B12 وفيتامين B6. بالتوفيق إن شاء الله، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.